طريقتنا الخاصة. يعني النهاردة خارجين برا الصندوق، احتفال خاص جدا بالمولد النبوي. هنحتفل ازاي؟ احنا عندنا يومين، النهاردة وبكرة بأمر الله. النهاردة لينا احتفال خاص وبكرة كمان بأمر الله لينا احتفال خاص. النهاردة الاحتفال بتاعنا هنعمل اطعام وجبات الخير، وهننزل نفرقها في الشارع على كل الناس اللي محتاجة، وهننزل وكمان هنفرق هنا في القناة. وده كده احتفالنا بالمولد النبوي الشريف النهاردة بأمر الله. مش بس كده، كل وجبة من وجبات الخير اللي احنا هنعملها مع بعض النهاردة، وهعرفكم الكميات بالظبط عشان لو حد دلوقتي بعد الحلقة عجبته الفكرة، فكرة الإطعام اللي هي أعظم حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى، وحابب ينفذها، تقومي على طول تبقي عارفة الكميات إزاي. وكمان هنعمل حاجة كانت مرتبطة معانا زمان جدا جدا بيوم المولد، شربات الورد اللي متقطع فيه الموز، الكوبايات اللي كان بيبقى شكل شربات الورد الأحمر والموز عايم على وش الكوباية كده، كانت في منتهى الجمال، وهي فعلا كانت بتدينا فرحة المولد. ولغاية دلوقتي أكتر محافظة مشهورة جدا جدا بالموضوع ده، وبينزلوا لغاية دلوقتي يوقفوا العربيات في الشوارع ويفرقوا على الناس كلها كوبايات شربات الورد بالموز، طبعا محافظة اسكندرية ليها كل التحية. واحنا بقى زمان كان عندنا في الشوارع وفي الحتة عندنا كنا بنعمل الكولمن الكبير وننزل نصب على طول في الكوبات ونوزع على كل الناس اللي ماشية في الشارع، فده النهاردة كمان هنعمله مع بعض. فكرة الإطعام النهاردة ووجبات الخير بيتهيالي يعني ده أحلى وأكتر احتفال في خير، واكتر احتفال ممكن يليق بالمولد النبوي الشريف. النهارده الوجبات بتاعتنا عباره، الوجبه الواحده عباره عن مكرونه محمره بالصلصه، علشان انا لو عملت مكرونه مسلوقه وعملتها بالطماطم او عملتها بالصلصه هتعجن على ما تيجي تفرقيها، مش هتستحمل. فعشان كده النهارده عملت فكره الاطعام ان هي تكون مكرونه محمره وحاطه عليها شعريه كمان متحمره، وعاملاهم بشويه خضار تحفه. عايزه اقول لك ريحه المكرونه رهيبه وهي بتستوي، نفسك تروح لها ما شاء الله عليها. وكمان شوينا وراك في الفرن زي ما هنعمل دلوقتي مع بعض، وبعد كده حطيناهم على بعض، وممكن تروحي حاطه معلقه ورغيف عيش وتروحي على طول مقفلاها مع كوبايه الشربات زي ما هنشوف النهارده مع بعض. ده بالنسبه لي النهارده الاحتفال بالمولد النبوي الشريف باطعام وجبات الخير. عايزاكم تتصلوا بيا على كل الأرقام اللي موجودة على الشاشة، أولا نعيد على بعض، ثانيا تقولوا لي إيه رأيكم في فكرة احتفالنا النهاردة. فكرة مش زي كل سنة، فكرة زي ما قلت لكم في الأول هي بره الصندوق. أما بكرة الاثنين بقى إن شاء الله بأمر الله نعيشنا وكان لينا عمر، هيبقى الاحتفال بالمولد النبوي إن إحنا هنصوم كلنا مع بعض، وبكرة هنعمل أكلة سخنة كده حلوة من أكلات ست الحبايب نفطر عليها إن شاء الله مع بعض. فبكرة إن شاء الله هنصوم، والنهاردة هنعمل وجبات الخير الاطعام بمناسبه المولد النبوي الشريف. ارقام التليفونات قدامكم على الشاشه، كمان اللايف هيبدا دلوقتي، اول ما يبدا على طول هقول لكم هو موجود على انهي صفحه، واللينك بتاعها هينزل لكم على الشاشه. مستنياكم معايا صفحه هي تي في، اللايف يا جماعه بتاع الحلقه على صفحه هي تي في، ادخلوا لي يلا على اللايف، وكل كومنتاتكم الحلوه مستنياها، مع كمان ارقام التليفونات اللي على الشاشه، تواصلوا معايا على ارقام التليفونات. يلا نشوف اول حاجه مقادير المكرونه. المكرونه محمره بالصلصه دي اللي هنعملها النهارده عشان تصمد معانا وتفضل المكرونه مفلفله زي ما هي، طعمها حلو قوي ما شاء الله ربنا مبارك فيها. تعالوا نقول المقادير بتاعتنا. المكرونة عندي مكرونة مقصوصة صغيرة خالص، أصغر حاجة اللي هي بتاعة التحمير دي، أطعم وأحلى حاجة للتحمير. وعندي ده كيلو، بصوا المقادير، أنا دلوقتي هقول لكم مقادير 20 وجبة، 20 وجبة خدوا طبعا 20 ورك اتشووا في الفرن، والعشرين وجبة خدوا 2 كيلو مكرونة من المقصوصة الصغيرة، وخدوا 2 كيلو شعرية اتحطوا على بعض. المكرونة والشعرية بعد ما كل واحدة بتتحمر بيتحطوا على بعض، بيدي طعم جميل، بتبقى عاملة كده زي الرز اللي بالخلطة كده. فأنا عندي مكرونة مقصوصة وشعرية، ثوم مفروم وفلفل ألوان، طماطم وصلصة، ومكعب مرقة، وعندي ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشوية زيت على سمنة. دي مقادير المكرونة. نقولها تاني مع بعض، عندي مكرونة مقصوصة وعندي شعرية، نشغل بقى النار عليهم كده يسخنوا معانا واحنا بنقول المقادير.
مكرونه مقصوصه صغيره اللي هي مكرونه التحمير الصغيره خالص، وشعريه كيلو كيلو، وعندي حوالي مثلا 4 فصوص ثوم فرمهم بالسكينه كده خشن شويه عشان طعمه وريحته تبقى باينه فيه زي ما هو، وعندي مكعب مرقه، وعندي برطمان صلصه على كيلو الشعريه على كيلو المكرونه برطمان صلصه، شويه فلفل الوان، وعندي حوالي 3 طماطمات مقطعهم بالسكينه، وزيت وسمنه، ويبقى عندي ملح وفلفل وكمون وكزبره. دي كده مقادير المكرونه بتاعتنا النهارده المحمره اللي هنعملها في وجبات الخير. طيب الوراك بقى المشويه المقادير بتاعتها برضو سهله جدا جدا، في الخلاط هحط بصل طماطم فلفل رومي، واحط ثوم وصلصه وعصير ليمون وخل وزيت وملح وفلفل وبهارات شوي او اي بهارات موجوده عندك، وطبعا عندنا وراك فراخ اتغسلت كويس قوي، اتحطت في محلول النقع واتشالت من محلول النقع، خدت شطفه خفيفه وبعد كده نشتغل بيها على طول. تاني المقادير وهي على الشاشه، بصل طماطم فلفل رومي ممكن نص قرن فلفل حامي، صلصه بهارات الشوي خل وعصير ليمون وفصين ثوم وزيت، ادي المقادير بتاعه الوراك المشويه، سهله جدا جدا بامر الله. تعالوا نشوف بقى دلوقتي هنعمل ايه. انا بس سبقت بخطوه ان انا اديت المكرونه 3/4 تحميره كده عشان ما تاخدش معايا وقت، كل واحده لوحدها، ادي المكرونه لوحدها وادي الشعريه كمان لوحدها اهي، بعد ما يوصلوا للون الذهبي الفاتح ده هاخدهم احطهم على بعض، لان مع الصلصه ومع التسويه لونهم بيغمق، فانا مش عايزه اغمقهم على النار عن كده. ماشي يلا بينا. حاضر يلا. اه والله انا لسه بقول هو لسه بفكر هو ايه ده، ايه يعني لسه دماغي ما جابتش ده ايه. هنجيب بقى حله بعد ما حمرنا كل حاجه لوحدها كده، بصوا لي ازاي، بسم الله هحط الحله كده على النار، انا كده حطيت الشعريه في الحله ونقلب، بعد ما اديتها بره ايه زي ما قلت لك 3/4 تحميره، لازم الشعريه يبقى لونها فاتح والمكرونه كمان يكون لونها فاتح. بسم الله هحط عليها المكرونه كده ونقلبهم مع بعض تقليبه حلوه بقى كده اهو، بصوا بالشكل ده. يلا بينا كده الشعريه والمكرونه حطيتهم على بعض، هنزل بطماطم مفرومه. جربوا بقى المكرونه دي وادعوا لي على جمالها وعلى ريحتها، واسالوا منا ومحمد كانوا بصراحة معجبين بريحتها أو طعمها جميل. ايه رأيك في طعمها وادي استاذ احمد اهو، بصوا ادي طماطم كده الف هنا، يا رب يخليك يا استاذ احمد والله كلك ذوق. وبعد كده حطينا فلفل الوان، يعني حطينا الطماطم وحطينا فلفل الوان ونقلب كده، وادي الثوم، ما بنحطش بس بصل، يعني البصل هو الحاجة الوحيدة اللي ما بحطهاش لان هنا مش هيستوي فهيبقى باين حتت كده مش حلوة، لكن الفلفل الالوان لما هيبان حتت كده طعمه هيبقى جميل. وبعدين هنزل بمكعب مرقة افركه كده، لا خلاص بقى مفيش وقت. وبعدين الصلصة زي ما قلتلك برطمان صلصة، لان احنا مش عصرين طماطم في الخلاط وشغالين بيها، يعني هي الصلصة دي هي دي بس الحاجة الوحيدة اللي هتحمر لي المكرونة، وتقليبه بقى حلوه كده. هنا بقى انا حطيت كل ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وبسرعه لعشان هي خلاص هتشط مني. ننزل الاول بميه سخنه في الاول، بعد كده احتاجت ميه انزلي بقى باي ميه عاديه، بس في الاول لازم ميه سخنه. فين الميه؟ فين الميه؟ ميمي من الجزائر بتقول لي فكره جميله، تسلم ايدك، كل سنة وانت طيبة يا ميمي، وكل سنة وكل أهلنا وحبايبنا في كل الوطن العربي طيبين وبخير يا رب، اللهم آمين. نقلب كده بالشكل ده، انتوا مش هاين عليكم شوية مية؟ يعني حتى المية شحطها على الهوا كده، نقلب كده بصوا أهو، لا يعني عارفين إن أنا هحتاج مية للمكرونة، يعني بصوا كده هنا. سيف عامل لنا قلق النهارده مش عارفه ليه والله العظيم. اقعد يا ابني بقى يا ابني، يا ابني بطل لعب بالكاميرا يا ابني، اقعد في حالك بقى شويه، اقعد بقى شويه بقى، عامل لنا قلق يا على فكره روشني. مضطرين نسكت عشان طالما موجود النهارده يبقى في صفاره، فمضطرين نستحمله.
ماشي يا بابا، ايه يا حبيبي، ماشي ولا يهمك. يلا نقلب تاني اهي كده. بصي الميه بتاعتها بقى يا جماعه يا دوبك تغطي بس وش المكرونه. هات يا عم. حاضر، اصبروا عليا كده. حاضر، بصوا كملوا كده. عايزه بس اوريكم مستوى الميه اهي كده، بس كده يا جماعه، لان هي اصلا في التحمير وبعد ما حطينا الخضار وكده كانت هتبتدي تدخل في السوى، فهي مش محتاجه ميه كتير عشان تفلفل معاكي. بصوا لونها اهي يا جماعه، دي بقى كده لما تيجي تفرقي وتقعد معاكي شويه تستحمل، تقعد اللي هي المحمره دي، لكن المسلوقه بالصلصه تعجن، مش هتستحمل معاكي التفريق خالص يعني. فدي كده حلوه قوي. الكميه اللي انت شايفينها دي، ده كيلو مكرونه من الصغيره بتاعت التحمير على كيلو شعريه. تعالوا بقى دلوقتي على ما المكرونه تستوي نعمل خلطه الوراك. خلطه الوراك اللي عندنا، ممكن وراك، ممكن فرخه متقطعه مثلا على 8 ماشي، بس طبعا مش اكتر من 8 عشان ما تبقاش حته الفراخ صغيره قوي. زي ما حبيبتنا اللي قالت على اللايف دلوقتي، ممكن لحمه، ممكن لحمه، تبليها وغطيها كويس قوي بالفويل ودخلي اللحمه الفرن ساعه وتطلع لك زبده، زبده بمعنى الكلمه. عادي برضو اعملها مع رز بسمتي، مع رز عادي، مع نفس المكرونه دي تطلع حلوه جدا جدا. هنا المكرونه اول ما هتتشرب هنوطي عليها النار على طول. أنا لازم تجربوا المكرونه دي يا جماعه بالطريقه دي، وما تنسوش بقى دعوه حلوه ان شاء الله. اظن هي اصلا شكلها باين يعني. بصوا شوفوا، بصوا المكرونه والشعريه، وهتاخد بقى اللون الجميل بتاعها ده. يلا الله يا ام احمد. شفتوا بقى ام احمد بترد علينا بتقول ايه؟ ما نقص مال من صدقه. بس والبلوزه والطرحه حلوين جدا. ماشي يا ام احمد. اتفضليهم يا قلبي. نغطي بس على الحله. هجزوك هجزوك، اوقعك من البو والله العظيم. يا ابني ابعد عن طريقي يا ابني، سيبني اعمل الاكل يا ابني. ماشي. تعالوا بقى نعمل الخلطه بتاعت الوراك المشوي. قولي تاني يا منى عشان الواد ده هيتضرب. مين معانا؟ يا ام وضاح. اهلا اهلا بالشيف هاله. يا حبيبه قلبي، ازيك يا ام وضاح، عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. كل سنه واحنا كلنا طيبين وبخير يا حبيبتي يا رب. وربنا يجازيكي خير على اللي بتعمليه. ربنا يخليكي يا ام وضاح. الفكره عجبتك؟ جدا جدا، وان شاء الله هيبقى طعم وجميل في بق كل واحد ياكل والله. منه والله العظيم يا موضح، اي حاجه بتفرقيها بتبقى سكر، ربنا بينزل فيها البركه بطريقه ما شاء الله والله بجد. يا رب اهنيكي ويسعدك في ولادك يا رب. يا رب الله يكرمك. انت بتعملي كده واحنا بنعمل وراكي، دي اهم حاجه والله يا موضح. واحلى حاجه قلتيها النهارده بجد، احلى حاجه سمعتها النهارده ان انتوا تعملوا يا جماعه. اديني عماله اقول لكم الكميات اهو بالظبط، وتقوموا تنفذوا على طول بامر الله. ان شاء الله. نورتيني يا حبيبتي. بصوا بقى في الخلاط حطيت كوبايه ميه، طبعا لو عندك كبه هيبقى اسهل، كبه مش هنحط ميه، لكن انا هنا في الخلاط حطيت كوبايه ميه ونزلت فيها بطماطمتين متقطعين، وادي بصلايه. ماشي. ايه يا شيف هلا اللي مطمنك كده، عماله تحط لنا الخضار في الخلاط، الخضار في الخلاط، كوبايه الميه دي اهي، دي كده ان شاء الله اللي هتفرم لنا كل حاجة زي الفل بأمر الله. وبعدين هروح واخدة كمان قرن فلفل رومي، وهناخد كمان كام فص كده توم، وشمولي بقى ريحة التتبيلة دي، عسل. وهناخد يدوبك بس كده نص قرن حامي، وممكن نستغنى عنه، بس هو بيدي بس ايه ريحة حلوة للفراخ بتاعتنا، للتتبيلة بتاعتنا. بص يا استاذ احمد اهو، خلي العم سيف يجيب لنا اللي في الخلاط بدل ما هو قاعد يلعب كده بس. اهو يا جماعه كده بالشكل ده، ادي طماطم وبصل، فلفل رومي، وكام فص ثوم، ونص قرن يا دوبك فلفل حامي. تعالوا نضرب الكلام الجميل ده في الخلاط، يلا بينا. بسم الله كده هون. لقيتيها تقيلة على الخلاط، لو خلاطك مثلا ضعيف شوية ولا حاجة
هتعملي ايه؟ تزودي شويه ميه، زودي ميه تتضرب، احنا عايزينها سايله، ما عنديش اي مشكله مش هنصفيها، فاحنا عايزينها سايله، لقيتي الكميه تقيله زودي نص كوبايه ميه كمان ولا يهمك، يلا بينا بسم الله. بصي كده تطفي الخلاط واصبري كده سيكه عشان كل الخضار اللي هرب مننا اللي طلع على فوق يرجع ينزل تاني على سكينه الخلاط ونضربه تاني. يلا بينا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. بتقول ايه بقى يا عم محمد؟ ما كنت سامعاك من الخلاط. العم محمد ده شيف، هو بقى ابني بيعادل عليا، بيقول لي على فكره يا شيف احنا عايزينها محمره شويه. حاضر حاضر، انا احسن واحده في الدنيا تسيح لاي حد، وانتوا عارفين ده كويس. ولما يكون ابني بقى براحتي، بقى براحتي ابني افرده واكويه براحتي خالص، وخاصه لما يكون هوبا بقى بالذات. تعالى لي يا عم هوبا يا اللي بتتفلسف. يعني والله العظيم يا جماعة، يعني تعدي الأيام وابني هو اللي بيعدل عليا، شفتوا ازاي؟ ماشي يا عم، مقبولة منك على قد سنك. بصوا بقى، بص يا عم محمد، أنا خدت تلات أرباع الخلطة هنا في البولة وسايبة الربع أهو في الخلاط. الربع اللي في الخلاط ده هعمل فيه إيه؟ هيتحط فيه الصلصة؟ لولا إنك اعتذرت بس. مع ان انا ام ديمقراطيه جدا يا جماعه، زي ما انتم شايفين طبعا كده ديمقراطيه بتخر من كل ناحيه يعني كده. حطيت هنا الصلصه، وبعدين هحط خل، وهحط عصير ليمون والزيت كده، ولسه هنحط زيت تاني. حاضر. وبهارات شاوي. مين حبيبتي اللي بتقول كده؟ الاء عايزه البوفتيك في الفرن. بصي يا الاء، اللي انا الخطه اللي انا بعملها دي اعمليها، حطي فيها البوفتيك، طلعيه رصيه وحطي عليه زيت ودخليه، غطيه ودخليه الفرن، بس هيطلع زي الفل يا قمر. وهنحط ملح كده بقى، هنا هنظبط الملح تاني يا جماعه. انا كل الخضار اللي ضربته في الخلاط بكوبايه الميه خدت تلات ارباعه بس في الطبق او في البوله اللي هتبل فيها، وخليت الربع في الخلاط، زودت عليه صلصه وخل وعصير ليمون وملح وفلفل وكزبره وايه تاني وزيت، ولسه هنحط زيت تاني في الاخر خالص. ماشي كده، نشيل دي بقى مش عايزينها. وتعالوا بقى نضرب الربع اللي باقي ده كده. يعني انا كده تبلت وحطيت خل وعصير ليمون وزيت وصلصه على الربع اللي باقي من الخلطه. نضرب بقى، ندوب كل ده كده. بسم الله. بس كده وخلاص خلصت الشغلانه. ما خلصتش قوي يعني، الريحه طالعه ما شاء الله ولا كلمه. هكمل بقى كده على شويه الخلطه اللي حطيناهم في الاول بالشكل ده، وشوفوا لي بقى اللون، وشموا الريحه وانتوا بتعملوها، وذوقوا الطعم كده. شوفوا كل ما بتقلبي اهي، كل ما الصلصه عماله تديها لون حلو. ما تغمقيش عن كده عشان طعم الصلصه ما يبانش فيها. يعني لو زي ما استاذ محمد بيقول كده صلصه كتير، هتبان الصلصه كتير جدا في الشوي. لا طبعا بتبان، بتدي حتى طعم حامض كده. فكده انا عايزه الطماطم الفريش هي اللي طعمها يبقى باين، وفي نفس الوقت هي كده في الفرن هتاخد لون في منتهى الجمال. ولسه هنحط عليها شوية زيت على الوش. هنعمل ايه بقى هنا؟ طبعا بعد ما تتبلي الفراخ ياريت يعني تسيبيها شوية، بس مش كتير يعني. يعني مثلا ايه، تبليها هي الاول واركنيها على ما تعملي المكرونة وتستوي، تكون الفراخ اتبلت. بصوا كده اهي،
بس طبعا انا للاسف ما عنديش وقت، فانا هوريكي بس طريقه التتبيله كده، وبفتح كده ايه بين الجلد واللحم، واحط برده من التتبيله عشان ده بيطعمها جدا جدا جدا. وبعد كده هروح واخده بقى الوراك بالتتبيله كده زي ما هي، وهرصها كده في الصينيه. يلا ام احمد يا جماعه بتقول لي انا بعمل التتبيله كده زيك بالظبط وبتطلع تحفه، تسلم ايدك. والله بتطلع تحفه من ايديكي انت يا قلبي والله. يلا. لا لا دي مش اتجاه واحد بقى، احنا مش عاملينها صينيه. اتخدتوا على كده ولا ايه؟ بتاع الفراخ هيقفل. كل ما يشوفني داخل عليه يقول يا لهوي انا لسه ما ذبحتش. يقول لي والنبي والنبي انا لسه ما ذبحتش. بصوا بقى كده، والله انا عايزه اقول لك، بيقول لي خليتي كل الستات بتيجي تقول عايزه وراك في اتجاه واحد. بصوا كده يا جماعه، باخد من التتبيله على الوش كده على طول. تعالوا بقى ايه ننضف كده، شوفوا شكل الصاج عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله عليه. اهو نمسح بس كل اللي وقع ده كده. اخر حاجه هعملها في الـ في الـ في الـ في المرحله دي، لازم الفرن يكون سخن جدا، لازم الفراخ تدخل على فرن سخن جدا عشان ما تنشفش منك، تفضل طريه. احنا لا حاطين زبادي ولا مش عارف ايه ولا حديبادي ولا الكلام ده خالص في الخلطه، فعلشان الفراخ المشويه تطلع طريه معاكي جدا وعارفه دايبه وسايبه كده، لازم لازم الفرن يكون سخن جدا، ده سر مهم. ومش هغطيها، هتدخل الفرن كده زي ما هي كده، على ما تاخد لون من بره هتكون اللحمه بتاعتها بقت زبده بمعنى الكلمه. بس نحط بقى زيت على الوش كده علشان يدي قرمشه حلوه للشوي. اللهم بارك، والف هنا وشفا لاصحاب النصيب يا رب، الف هنا وشفا لكل اللي هتروح لهم الوجبات دي. بس شويه زيت كده وخلاويص، يلا بينا على الفرن على طول. يا استاذ احمد مش هتتغطى يا جماعه، قول لي عايز نسيبها لك كده ازاي يعني؟ تتاكل نايمه. يلا بينا على الفرن، بسم الله. يلا عشان نبقى على، يا رب يعني تلحقنا تستوي، نبقى زودنا خمس وجبات كمان بامر الله. يلا بينا. يلا لغايه دلوقتي دول الخمسه، دول الخمس وجبات، دول دول زياده عن ال 20 وجبه اللي بقول لكم عليهم. ال 20 وجبه خدوا 20 ورك، وخدوا 2 كيلو مكرونه من المقصوصه الصغيره بتاعه التحمير، و2 كيلو شعريه. تمام، يلا نقفل. يلا صعبان عليك نقفل. بصوا بقى اخر تكايه بس في المكرونه بتفرق جدا معاك، لو ده لو عندك سمنه بلدي، المكرونه اتشربت وموطيه عليها وخلاص هي تعتبر دخلت في السوى، اللهم بارك. بصوا اهي هعمل ايه بقى في المرحله دي، هدي الاول تقليبه خفيفه كده. بصوا بقى الجمال، شوفوا حلاوتها، يا نهار ابيض، ولسه بتتشرب، لسه بتتشرب اهي، شوفوا جمالها. هاجي بقى كده واروح حاطه لو عندي سمنه بلدي معلقه سمنه بلدي كده على الوش. طبعا انا لما بعمل حاجه لوجه الله اظبطها اكتر كمان بكتير، اه طبعا تتخدم وتتظبط اكتر كمان من اللي بتعمليها ليكي ولا حتى اللي بتعمليها في البيت. دي اسمها تطلع لوجه الله. ياه ايه يعني، ايه الكلمه اللي تخض دي؟ فلازم احلى حاجه واجمل حاجه وتتعمل بقلب وتتعمل بنفس راضيه وتبقي فرحانه ومبسوطه، انت اللي محتاجه ده مش اللي هتتفرق لهم الوجبات. واقلب كده بالشكل ده كده بالراحه، واسيبها تتشرب خالص خالص على نار هاديه براحتها خالص، مش مستعجلين عليها. بس يا ست الحبايب، وبكده عملنا مع بعض عملنا مع بعض المكرونه، لونها وطعمها وريحتها جميله ما شاء الله، وكمان شوينا الوراك في الفرن. دلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل وجبات الاطعام النهارده، ونفرح كده كل اهلنا وحبيبنا اللي هينولهم نصيب من الوجبات دي بشربات الورد اللي جواه الموز. يلا نطلع فاصل ونرجع نبل الشربات مع بعض، فاصل قصير بس هو القناه تتغير بيكم بعد الفاصل. الاغنيه دي يا جماعه يعني اول ما بسمعها عارفين بتدق كده جوا قلبي، لان هي ليها ذكرى عندي كبيره قوي. اول مره سمعت الاغنيه دي انا ما كنتش اعرفها خالص، تخيلوا اول مره سمعت اغنيه قمر سيدنا النبي كانت امتى؟ في حنه بنتي.
يوم الحنة كنا جايبين فرقة بنات طبعا بقيادة دكتورة كبيرة، هي عاملة فرقة بنات بس وبتيجي للسيدات فقط. فأول ما وقفوا كده مسكوا الدفوف، ما بيعزفوش غير على الدفوف بس، أول ما دقوا على الدفوف وأنا الفكرة كانت أول مرة أشوفها، مش عارفة يعني إيه فرقة بنات بس وهيغنوا ويعملوا إيه ومش جايبين معهم أي آلات، هي الدفوف بس كده وطواق كده من الورد حاطينها في كل مكان. فأول ما غنوا كانت أول مرة أسمع الأغنية دي، أول ما قالوا قمر سيدنا نبي بالدفوف بصوتهم الملائكي الجميل، من ساعتها والأغنية دي بترتبط معايا بالذكرى دي. فهي أغنية جميلة جميلة جميلة، ربنا يديم علينا يا رب الفرحة على طول، اللهم أمين. يلا بينا نبل الشربات، عندنا شربات ورد دي إزازة كاملة طبعا اللي هو بتاع الشركات، او لو شاطره بقى عملتيه في البيت ساعه ما عملنا شربات الورد في البيت. عموما دي ازازه شربات قدها بالظبط ميه بس، قدها مره ونص ميه، وعندي كوبايه سكر على ازازه الشربات، بديك المقادير بالظبط عشان تقومي تعمليها. يبقى ازازه شربات قدها بالظبط ميه ونص ميه ساقعه، عليها كوبايه سكر، موز متقطع الكميه اللي انت عايزاه، وشويه ثلج. ده كده دي كده المقادير بتاعه بل الشربات بتاعتنا. هنعمل ايه بقى؟ هجيب طبق كبير، طبق واسع كده وغويط وحلو. يلا بينا يا استاذ احمد اشتغل. يلا يا باشا. وهنبل الشربات الاول. هنزل بشربات الورد كده، وهنزل بالميه بسم الله على ريحة شربات الورد الجميلة. اه والله اللهم بارك. اهو قد ازازة الشربات مية ساقعة مرة ونص، وعليهم كوباية سكر عشان تعادل السكر بتاع المية اللي حطيناه، احنا حطينا مية كتير فلازم نحط كوباية سكر نضيفها. محدش يقولي طب ما كفاية الشربات هيحلي، لأ لوحده طالما ضفت ميه كتير بالشكل ده هيطلع مش مظبوط، يعني هيطلع دلع شويه، فبنحط كوبايه سكر تظبط لي الطعم. ده كده الشربات، نقلب بسم الله. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوه. عشان انا قلت لكم احتفالنا بالمولد النبوي النهارده، بالمولد النبوي النهارده بره الصندوق. بصوا بقى كده، وبعدين انزلي بالثلج اهو. بصوا بقى الجمال والله، صح عشان نستمتع بكل اللي بيحصل ده. والله بصوا يا جماعه ادي الجمال، وبعد كده تعالوا شوفوا بقى ايه مشهد كده فيه فرحه، تحسي ان الموز لما ينزل على الشربات عين كده بيضحك. شوفوا الجمال، بصوا بسم الله الموز فرحان، والله العظيم جسمي بيقشعر. بصوا شوفوا جمال الموز وهو عين على وش الشربات عامل ازاي. اه والله حاجه عظمه، شوفوا لي الجمال ده، حسوا معايا بالبوله اللي بتضحك قدامك دي. نجيب بس منديل نمسح. يلا وينفع نوزع حلاوه المولد محسن على اللايف. طب تعالوا بقى طالما فتحنا السيره دي، تعالوا اقول لكم افكار حلوه قوي للاطعام وسهله واقتصاديه. طب عايزين هات لنا يا شيف محمود بعد اذنك كده الصينيه، وبعد ما تجيبها لنا يبقى هات لي الصينيه بتاعتي الحمراء نحط فيها. بسم الله ما شاء الله. يلا 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 تعال، انت خايف ولا ايه؟ كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت طيب. شكرا يا شيف محمود. ده هو كده كون ان هو وصل لغايه هنا، ده رضا قوي. بص يا جماعه دي الصواني اللي بتبقى بتتقدم في الشارع، بيوقفوا العربيات، بيوقفوا الموتوسيكلات، بيوقفوا الناس في الشوارع ويوزعوا عليهم. ايوه محمد جمال من اسكندريه، طب هو عارف بقى الموضوع ده، هو عارف الموضوع ده كويس قوي. دي كده يا جماعه الصينيه اللي كل البيوت في اسكندريه بتعملها، وينزلوا يوزعوها في الشارع احتفالا بالمولد النبوي الشريف. عندنا هنا في مصر ما يعرفش الفكره دي غير اللي من الاحياء بقى القديمه زي حالتنا كده، اللي عارف الفكره الحلوه دي. تعالوا نقول علم الموز بس شويه هنا اللي انا حطيته في البوله يخمر شويه كده مع الشربات، نقول افكار كتيره للاطعام. ممكن تجيبي كيلو كبده عصافيري وتعملي طاسه كبده اسكندراني، وتحمري بطاطس وتجيبي نفس الاطباق الفل دي وتعملي سندوتشين كبده ومعاهم شويه بطاطس محمره وممكن مخلل، وتقفلي الطبق وتقدميه. ادي فكره اطعام. ممكن الصبح بدري وانت رايحه شغلك تعدي على اي مطعم فول وطعميه وتقولي له مثلا على قد بقى ميزانيتك عايزه 10 اطباق
كل طبق مثلا فيه سندوتش فول وطعميه مثلا وبطاطس، وتجيبي ازازه ميه صغيره اللي هي 240 مللي وتحطيها معاهم وتغلفيها، او تخلي المطعم يغلفها لك، وروحي بقى قدمي فين؟ على العمال، العمال اللي الصبح مستنيين العربيات عشان يروحوا شغلهم. العمال دول بينزلوا بدري قوي قوي بعد الفجر، بيبقوا قاعدين مستنيين شغلهم ولسه ما فطروش. فتخيلي بقى لما تدي له طبق فيه فول وطعميه وبطاطس وازازه ميه ساقعه، يعني اطعام حلو جدا. سندوتشات الكبده اقتصاديه جدا. ايه تاني يا استاذ احمد كنا بنتكلم فيه؟ قلنا افكار كتير قوي. الفاكهه، تعالوا لي الاطعام الفاكهه. تعالي دلوقتي خشي عند الفكهاني اشتري 20 منجايه، مش بالوزن، يعني ما تروحيش تقولي 5 كيلو، لا هاتي 20 منجايه زي ما يوزنوا، وهاتي عنب. حلو كده. ونجيب ايه تاني؟ نروح الفرن نجيب 20 وحده باتيه او كرواسون مثلا من الفرن، وتعالي هاتي نفس الطبق الفل ده، حطي منجايه وحطي عنقود عنب وحطي وحده باتيه وغلفي ووزعيه. شوفي اللي هياكل المانجاه، شوفي كام حد بيمشي قدام بتاع الفاكهه، ريحه المانجا بتيجي في مناخيره، طعمها بيجي في بقه، مش قادر يجيب مانجا. انت اديتي له المانجايه، اديتي له المانجاه لغايه عنده. وانا النهارده ان شاء الله على صفحتي وانا مروحه كده في الطريق هطلع لكم لايف، اقول لكم على افكار كتيره للاطعام، افكار اقتصاديه. مش لازم يبقى لحمه وفراخ، انا عايزه اعمل اطعام، انا معيش غير 200 جنيه مثلا وعايزه اعمل اطعام. يلا زي ما قلت لك كده، روحي على مطعم الفول والطعميه، اعملي فطار للعمال، اعملي فطار للناس اللي بتنظف الشوارع، عمال النظافه اللي هم اسيادنا وتاج راسنا. كل دي افكار ب 200 جنيه، هاتي سندوتشات فول وطعميه ووزعيها على قد امكانياتك. زي ما قلنا حلويات المولد، في علب دلوقتي العلب الصغيره كده ام 90 جنيه وبالكتير قوي 100 جنيه، هاتيها وروحي وزعيها. كام حد دلوقتي نفسه يدوق حلويات المولد ومعهوش فلوس؟ كل دي افكار سهله، سهله وبسيطه جدا. عارف انت يا استاذ احمد ابسط اطعام ايه؟ ابسط سقيا الماء. يعني ايه سقي الماء؟ هات ازايز من الصغيره دي بالليل وجمدها في الفريزر، واصبح الصبح طلعها متجمده، وطول ما انت رايح في طريقك للشغل وزعها على الناس. بس ابسط حاجه كرتونه ميه من اللي هي 240 مللي، اصغر حاجه، بالليل جمدوها في الفريزر والصبح وزعوها على الناس في الشوارع، تقعد معاه قد كده كل ما هيشرب بق ميه هتاخده ثواب بيها. شفتوا حاجات بسيطه ازاي للي بيفكر واللي نفسه يعمل كده. ربنا يا رب يعني ياجركم على كل خير ممكن تعملوه. تعالوا بقى دلوقتي نشوف احلى كوبايات، كوبايات الشربات بالموز. بصوا الموز بقى ابتدى ياخد لون الشربات ازاي، اتخمر. يا استاذ ناصر اهلا وسهلا. استاذ ناصر اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيبه يا شيخ. وحضرتك طيب يا استاذ ناصر، اهلا وسهلا. ان شاء الله السنه الجايه كده وانت عند سيدنا النبي يا رب عليه الصلاه والسلام. والله العظيم احلى دعوه، اللي بيحبني يدعيها لي من قلبه، احلى دعوه. الله يكرمك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب. استاذ ناصر الخط قطع يا جماعه ولا ايه؟ يلا طب كلمني تاني، واشكرك على دعوتك الجميله دي بجد. يعني ادعوا لي يا جماعه، ادعوا لي ربنا يكتبها لي، ربنا كتبها لي قبل كده وجاءت من حيث لا احتسب، ويعني بدعي ربنا من قلبي انه يكتبها لنا تاني وتالت وعاشر. واحد ما بيشبعش، بالعكس اللي بيروح ويدوق العمره او الحج هو ده اللي بيبقى اصلا عايز يروح تاني. يلا بينا كده. احنا عملنا ايه النهارده بقى مع بعض يا استاذ احمد؟ كده عملنا النهارده احتفلنا بالمولد النبوي الشريف على طريقتنا، فكره بره الصندوق. وزي ما قلت لكم بكره ان شاء الله الاحتفال كلنا نصوم مع بعض، كل اللي هيقدر يصوم يتصل بيا وتقول لي احنا صايمين النهارده، وهنعمل مع بعض ان شاء الله اكل حلو بقى بكره كده، ينفع نفطر عليه بقى المغرب بامر الله. وده كده احتفالنا. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحتفل بالمولد بمولده بالصيام، فاحنا النهارده احتفلنا بالاطعام، وبكره ان شاء الله هنحتفل بالصيام بامر الله. يلا حاضر، هسيب لك حبه. حاضر. حاضر. ودلوقتي بقى هنطلع فاصل ونرجع نكمل بامر الله حلقتنا مع بعض. فاصل. ها ها بطل ضحك. كل
سنة وانت طيب يا سيف، كل سنة وانتوا طيبين جميعا، كل سنة وكل زمايلي وحبايبي طيبين وبخير، كل سنة وانتوا كلكم سواء اللي على اللايف او قدام الشاشة، عيلتي الكبيرة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كل المنصات على السوشيال ميديا، كل سنة وانتوا حبايبي وكل سنة وانتوا طيبين. نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا بقى لفقرتنا دلوقتي اللي هنعرف فيها اللي احنا بنعمله والجمال ده كله معاه اقدر احافظ على صحتي ازاي. ودلوقتي مش صحتي بس، صحتي وشكلي، وتحافظي على جسمك وتحافظي على الحركه. لو انت السمنه مخلياكي حركتك تقيله غصب عنك، عندك مشاكل صحيه، عندك هقدر اخس؟ طبعا ان شاء الله. فقرتنا دي بنعرف مع بعض نخس ازاي. تعالوا بس الاول نشوف ضيفي اللي منورني النهارده، خبير التغذيه العالمي كريم اكرم، فاضي لينا ولا بيشرب الشربات؟ والله العظيم ايه كريم، اقسم بالله اول مره ادوقه. والله اول مره تدوق الشربات بالموز؟ اقسم بالله. اتوزع لي كتير الحمد لله. في مر الحياه اتوزع لي شربات، ادوقه اول مره والله. طب ايه رايك زي الكوارع دقتها معاكي اول مره؟ ايوه كانت اول مره فعلا، وغيرت نظريتك خالص عنها. طب ما الشربات حلو، شفت بقى؟ ده احلى من اطعم عصير كتير. ده الشربات للشربات. دي النهارده انت عامله حلقه جباره الحمد لله. انا بتفرج في الكنترول بجد، الحلقه حلوه جدا، بس واخده مجهود جبار جدا. يعني عايزه اقول لك من الساعه 7:30 بالظبط واحنا بنظبط في الحلقه، مش هنقول لحد. فانت عامله النهارده مجهود جبار. انا عايز اقول لك واقول للناس، عدى علينا يعني السنه دي راس سنه ورمضان وعيدين مناسبات كتير، صح؟ وفي كل مناسبه كنت على قد ما اقدر كنت بعمل لك عرض قوي جدا يناسب المناسبه اللي احنا فيها. تمام صح. بس النهارده مولد النبي هو انا بالنسبه لي اعظم مناسبه على مر السنه كلها. طبعا غير كده بقى. طب اعظم مناسبه من جهه ايه؟ يعني كل مره العرض بيبقى قوي وبيبقى حلو وبيبقى الخصم كبير وبتاع. لا انا النهارده عملت عرض هو ما عرفتش اعمله قبل كده في اي عرض او في اي مناسبه، ولا هعرف اعمله في اي مناسبه تانية. يعني زي ما بيقولوها كده، ايه، انا قفلت خلاص. اللعبه بتقفل النهارده انا مسميه بوكس، يعني ملك التخفيضات، ملك التوفير. هنخليها ملك التوفير. انت عارف الكلمه دي ممكن تعمل فينا ايه؟ ملك التوفير. يعني انا فاكراك مثلا هتقول لي ايه النهارده عندنا خصم، لا النهارده عندنا عرض، لا فالكلمه دي بتشدنا وبتخلينا نسمع وكده، لكن لما تقول لي ملك التوفير، ملك يعني التوفير. ده انت كده جايب لي توفير التوفير بقى. كلمه السر بتاعتنا النهارده بوكس ملك التوفير. بوكس ملك التوفير دي عشان خاطر زي ما قلت لك انا النهارده كده قفلت اللعبه، مقفلها لك من جهه الخصم، من جهه الهدايا، من جهه التوصيل، من جهه المتابعه، من جهه علبه الكبسولات الجديده اللي معايا النهارده. عامل لك عرض ما يتفوتش. بس اللي طالبه من كل الناس طبعا، كل سنه والف يعني، وكلهم يا رب يا رب النهارده اي حد يدعي دعوه تستجاب يا رب ان شاء الله. انا النهارده ما بعملش اي حاجه غير ان انا بدعي. ربنا يستجيب والله. هي الدعوه لما بتبقى طالعه خالصه يعني خالصه لوجه الله طبعا ان شاء الله توصل. كل سنه طيبه يا شيف، وكل سنه وحضراتكم طيب بالف خير وصحه وسلامه، ويا رب النهارده اكون على قدر من المسؤوليه ان اعمل لكم زي ما قلت عرض اسميه ملك التوفير، ويبقى الاسم المعنى هو الحقيقي. طب تعالى نقول بقى ملك التوفير في ايه؟ يلا انت هتتفاجئ زيك زي الناس. يلا انا مستنيه، انا عايزه اتفاجئ. بس انا ما تتخضيش، بحب اتفاجئ. ما تتخضيش خالص. النهارده انا هدفع علبه كبسولات بخصم 60% طول ما الحلقه شغاله. ماشي حلو، ماشي. 60% خصم على علبه كبسولات طول ما الحلقه شغاله. طبعا بوكس النهارده احنا بننزل من خلاله من 17 ل 20 كيلو في الشهر، بس هو المفروض اقول من 20 ل 25. انا المفروض اقول ده، المفروض اقول ده الصح. هنزل من 20 ل 25 في شهر ده بجد او ربنا. ازاي ده؟ انت ما هقول لك من الهدايا كده بمعدل مثلا كيلو او كيلو الا حاجه بسيطه يوميا من الهدايا يا فندم. ازاي؟ انا جاي لك اهو، جاي لك. ده انت بقول لك هتتخض. ماشي انا استنى. علبه كبسولات بخصم 60% طول ما الحلقه شغاله. طب ولو الحلقه خلصت لاول 400 متصل ليهم خصم برضه 60% على علبه الكبسولات. حلو. انا ده اللي هدفع ثمنه 40% من علبه الكبسول. اللي هتدفع ثمنه 40% من قيمه علبه الكبسولات فقط. ده اللي هدفع ثمنه النهارده بس. ناخد بقى اللي مش هدفع ثمنه، ده اللي انا هدفع ثمنه بس. متاكد او ربنا. اسمه ايه؟ ملك التوفير. ماشي. ايه الهدايا بقى اللي هتوصلني اني انزل الرقم اللي انت بتقوله من 20 ل 25؟ ده المفروض رقم انا ده ما سمعتش قبل كده خالص. ثانيه، ده المفروض.
انا بقول لك لا انا في دايره الامان، انا كريم عادي اللي الناس عارفاه، من 17 ل 20 كيلو نزلت اكتر، ادعي لي اكتر، نزلت زي ما انا ما قلت فالحمد لله، نزلت اقل اقسم بالله ما هينفع، ما هتحصل، مش هيحصل. ايا يكن انت بتعاني من ضغط، سكر، غده، تكيسات، مشاكل العظام، ايا يكن ايه المرض اللي بتعاني منه، والله ما هيحصل اقل من 17 كيلو في الشهر. لكن نزلت فوق ال 20 ادعي لي اكتر، وده الطبيعي انك تنزلي من 20 ل 25، نزلت 20 ادعي لي اقل من 17 ما تدعيش عليا. استني بص، هقول لك على حاجه، احنا كل اسبوع ان شاء الله هنوزن باذن الرحمن، كل اسبوع هشوف انا نزلت قد ايه، هندعي لك بيهم دعوات بالظبط. يعني انا في الاسبوع نزلت 5 كيلو، ليك عندنا 5 دعوات. دي بقى فايده المتابعه، ان المتابعه مجانا من اول يوم لاخر يوم، عشان بيبقى في مكالمه كل اسبوع مع الفريق الطبي على اعلى مستوى، بتتابعك من اول يوم لغايه اليوم ال 30، تشوفك خدت الكبسولات امتى. لا اصبر، هقول الهدايا دلوقتي. طب معانا كام هديه بقى؟ احنا قلنا التوصيل ببلاش لكل محافظات مصر، متابعه مجانا من اول يوم لليوم ال 30، معانا النهارده 12 هديه. ايه؟ ثانية بس. والله بتتكلم بجد؟ اقسم بالله انا قلت والله العظيم، والله العظيم بقول لك ملك التوفير. ازاي 12 هدية؟ والله قفلت اللعبة. 12 هدية؟ طب ما يا حبيبي خلاص خلي الكورس ببلاش. لما يكون 12 هدية وكمان الكبسولات الأساسية عليها خصم 60%، طب خدي دي كمان، الشحن مجانا والمتابعة مجانية. لا طب ما خلاص خليهولي ببلاش بقى، انت كده عملتولي ببلاش اصلا. خدي دي كمان، انا يلا. اكني بدي نفسي مصروف من 30 ل 35 جنيه كل يوم لمدة شهر. ده سعر البوكس تقريبا، من 30 ل 35 جنيه كل يوم مصروف لمده شهر، ده ثمن البوكس يا بلاش والله. واشتريت صحتك وشكلك وثقتك بنفسك وكل حاجه ب 30 35 جنيه في اليوم لمده 30 يوم. ده انت حتى مصروفك مش مطول شويه، ده مصروف شهر بس. هتنزلي من زي ما قلت من 17 ل 20 كيلو في الشهر، والمفروض اقول من 20 ل 25. طب ليه بقى؟ معايا علبه نقط، علبه اعشاب مجانا، علبة نقط وعلبة أعشاب مجانا، معايا 10 أمبولات حرق. 10 أمبولات حرق؟ 10 أمبولات حرق؟ أه والله. ولا قصدك ال ال الفايل اللي ساعات بتنزل بيه اللي فيه 10 سنتي؟ أيوه، ما هو ده، ما هو مقسوم لخمسة أمبول حرق. ما هو الأمبول الطبيعي قد إيه؟ 2 سنتي، صح ولا أنا غلطان؟ بالظبط. فأنا النهارده معايا 2 أمبول 10 سنتي، كل واحدة بتتقسم لخمس أمبولات، فبالتالي أنا معايا 10 أمبول حرق. يا نهار ابيض، يعني ما اديتكيش 10 انبول حرق كل واحده 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 فعلاً. بس اديتك ازازتين 10 سنتي، كل ازازه بتتفصل لخمسه انبول، فانا بالتالي معايا خمسه انبول حرق، ومعايا خمسه انبول حرق، فانا معايا 10 انبول حرق مع النقط والاعشاب، فانا معايا علبه نقط ومعايا علبه اعشاب ومعايا 10 انبول حرق. عشان كده بقول لك المفروض اقول هنزل من 20 ل 25 كيلو طبعاً في الشهر طبعاً. عشان الانبولات دي اصلا في ناس كتير جدا بتعتمد خمس انبولات حرق في الشهر ككورس لوحده وبينزل عليه 5 كيلو على الامبولات بس، على الامبولات خمس امبولات حرق لمده شهر بننزل عليه 5 كيلو، في ناس بتعتمد ده بتمشي على ده. فعشان كده بقول لك المفروض اقول هنزل من 20 ل 25 كيلو في الشهر. حقك تقول كده، ده انت عارف، بس ده المفروض انا مش هقوله. الامبولات من كتر ما الناس عرفت قيمتها اتسحبت، مش موجوده في السوق دلوقتي، وخصوصا الاصليه. بالظبط طبعا. وبقت دلوقتي مش موجوده غير في المراكز اللي بيعملوا بيها جلسات، بتدفع رقم قد كده في الجلسه عشان الواحده، عشان خاطر الانبول غالي جدا ما بيتوفرش بسهوله. ولو وفرتيه، انا اخر يوم ما كنت بجيب معايا 4 انبول حرق، انا كنت بحس ان انا في قمه سعادتي. طبعا. عشان كده انا في اول الفقره خالص ذكرت راس السنه ورمضان والعيدين والمناسبات كلها، لان والله العظيم لا كنت اجرؤ النطق على الشاشه اقول 12 هديه دي. لا كنت ما حصلتش ولا حصل. كتير يعني انا يوم كتير. اخري خالص صحيح. وكان عشان خاطر رمضان كان معايا 6 هدايا عشان رمضان. لا وبعدين مش اي هدايا النهارده، يا معلش يا كريم، ده انت النهارده جايب 10 هدايا اللي هما في الصميم. طبعًا. اللي هي ما بتهزرش، اللي هي بتنقص من الوسط نفسه. تبص تلاقي فجأة بعد ما كنت بتعاني من سمنة والجسم نازل حتة واحدة، مفيش وسط، مفيش، لا مع الأمبولات ابتدى يبقى في وسط الجسم، حضرتك ابتدى في ناس يترسم، بتعتمد اعتماد على الأمبولات بس، على الأمبولات بس. أقوى داعم للكبسول هو الأمبول. طيب انت بقى المفاجأة بالنسبة لك انت أكتر، عشان الخناقة دايما اللي بتدور ما بيننا بتاعت الناس بتشتكي يا كريم، الناس ما بتلحقش العرض يا كريم. بالظبط. ملك التوفير خلص بسرعه يا كريم. انا النهارده شفت عامل لك 12 هديه، وده ما علقتيش عليه.
12 هديه واقوى من بعد. لا انا اتخضيت بس من كلمه 60% خاص طول ما الحلقه شغاله. هدايا مجانيه 10 امبولات يوصل لي النهارده 10 امبولات مجانا، يعني حتى مش بيقول لي ده انت النهارده يوصل لك 10 امبولات عليهم خصم كذا او عليهم تخفيض كذا، لا ده بيقول لي انت مش هتدفعي حاجه خالص غير الكبسولات الاولانيه 30 كبسوله بيكفوا معايا 30 يوم كمان بخصم 60%، يعني حتى مش هدفع ثمن الكبسولات الاصلي، ده عليهم خصم 60%. بالظبط. وبعد كده 12 هديه النهارده فيهم بس 10 امبولات هديه مجانيه، الامبولات الحرق اللي زي ما بقول كده اللي بتدخل على الدهون ما بتهزرش. والله العظيم لو في نيتك انك تتخني خد عرض النهارده خليه جنبك. وكلي بقى عيشي بقى عيشي يا بي، بصي تحدي بيقول لك وريني بقى. بالظبط كده، لو انت في نيتك تتخني خدي عرض النهارده هيوفر معاك، عشان كده سميته ملك التوفير. بعمل عروض قوية، بعمل خصم كبير، بعمل هدايا قائمة، باخد اصلا العرض من الناس بتاعتك لما بتبقى عايزة اكتر حاجة الامبولات، عايزة الاعشاب، عايزة النقط، عايزة خصم كبير، باخد ده منه. عملت لهم النهاردة ملك التوفير، وكده انا شايف ان اتقفلت اللعبة بتاعت العروض. كده عملت اللي عليا واكتر، انت عملت اللي عليك واكتر. ارقام اهو لسه هقول لهم دلوقتي، واتساب فيسبوك. نقدر نحجز ملك التوفير من خلال الارقام، خلال الواتساب خدمة مجانية، من على اي رسالة على اي رقم من الارقام اللي ظهر على الشاشة. النهاردة معانا صفحة الفيسبوك، معانا ثلاث وسائل اقسم بالله طول ما الحلقة شغالة، ملك التوفير، ال 60% خصم على علبة الكبسول، التوصيل اللي ببلاش، المتابعة اللي ببلاش، ال 12 هدية متاحين لكل الناس. خلصت الحلقة من 400 متصل ليهم خصم 60% و12 هدية وتوصيل ببلاش ومتابعة ببلاش، مش مجرد ما الحلقة تخلص الموضوع انتهى، لا. بس كده كده احنا عايزين نلحق من دلوقتي يا جماعه، يعني العرض ده بقوته دي مش هيتكرر تاني، انا بقولك صعب جدا انه يتكرر، صعب جدا ان انا فجاه الاقي في عرض. طبعا المناسبه النهارده يعني العرض بالمناسبه النهارده فالعرض قوي جدا جدا، انتم متخيلين العرض فيه 12 هديه مجانيه منهم 10 امبولات حرق. فيه ايه يا ابني؟ فيه ايه؟ بصطاد موزه والله العظيم. عايز شوكة؟ بلا بعد الحلقة. انا محضرة الشوكة جنبي. انا اول مرة ادوق الشربات والله، بصطاد في موز. فعندكم ارقام التليفونات علشان وقت الحلقة، عندكم ارقام التليفونات على الشاشة، مش رقم ولا اتنين، عندكم 6 ارقام على الشاشة، هي دي الارقام الوحيدة اللي اتصل بيها النهاردة عشان يجيلي ملك التوفير ان شاء الله. كل رقم من دول لو لقينا دلوقتي في ضغط تليفونات، كل رقم من دول عليه خدمة الواتساب، ادخلي على الواتساب على طول واكتبي انا عايزة النهاردة ملك التوفير. وكمان الابسط من كل ده صفحة الفيسبوك اهي، ادخلي على الصفحة على الفيسبوك اعملي لها متابعة واكتبي في كومنت او اكتبي في الرسائل انا عايزة عرض النهاردة، عايزة عرض ملك التوفير اللي فيه 10 امبولات حرق، دي اكتر حاجة بجد بتميزه النهاردة. 10 امبول حرق وعلبة نقط وعلبة اعشاب، دول ببلاش، التوصيل ببلاش، المتابعة ببلاش، هدفع 40% من قيمة علبة الكبسولات. يا بختك بتاكل موز زي ما هي عايزة. يا ابني خليك في حالك يا ابني. يا والله خليك في حالك، كنت حطيت لي شوكه. بصراحه هو النهارده يستاهل كل خير على العرض اللي هو جه. انا ممكن اقول عليه ده عرض الخير برضه. ده عرض الخير والله مع وجبات الخير اللي احنا عاملينها النهارده. يعني تخليها ملك الخير، ملك التوفير. لا هي ملك التوفير عشان خلاص احنا قلنا ده من الاول، فهو ملك التوفير. ملك التوفير. ملك التوفير عشان هو فعلا والله العظيم وفر لي اللي ما يعرفش، وفر لي حياه كريمه انا لسه ما شفتهاش، بس هو وفر لي حياه كريمه ما حدش هيحس بقيمتها غير لما يوصل لها. بالزبط. وفر لي ان انا اتحرك براحتي، اي مرض بعد الشر عن كل السامعين ما التقيش بيه، لان في ناس كتير تقول لك انا عايز اخس عشان دكتور العظام قال لي لازم تخسي، عندي تكيسات فالدكتوره بتاعت الناس قالت لي انت لازم تخسي. ففي امراض كتير جدا احنا في غنى عنها وبتبقى اتبنت عندنا وبقينا بنعاني منها بسبب السمنه، عشان كده دايما معاك انا بحب اقدم توعيه ضد مخاطر السمنه اللي بتقابلنا اثناء الزياده. انا شرحت العرض مره واثنين وثلاثه، ملك التوفير، خصم 60% على علبه كبسولات، توصيل ببلاش، متابعه ببلاش، 12 هديه، نقط اعشاب، 10 امبول هم مفصلين الاثنين امبول حرق كل واحد 10 سنتي، الكل امبول فيهم بتتقسم لخمس امبولات حرق، فانا معايا 10 امبولات حرق، معايا نقط ببلاش، معايا اعشاب ببلاش. ارقام واتساب ونأكد على كلامك تاني، نكمل على كلامك. العرض الجميل ده النهارده جاي لي الشحن مجانا من غير ولا جنيه شحن لجميع المحافظات، كمان معايا متابعه
مجانية طول فترة الكورس من دكاترة على أعلى مستوى طبعا. أرقام التليفونات على الشاشة، لأن العرض ده موجود معنا طول ما الحلقة شغالة، وبعد الحلقة الأول 400 متصل فقط. فأنا ليه أستنى واتزني أنا في الربعمية يطلع منهم يا مطلعش منهم؟ نلحق دلوقتي. أي حد هيتصل أو هيبعت رسالة على الواتساب أو على الفيسبوك بملك التوفير، العرض ساري ليه حتى لو فريق طب بسبب الضغط رد عليه العصر او المغرب او بالليل. ما دام اتصلتي او بعتت رساله في الوقت بتاع الحلقه ما شغاله على التلفزيون، كده خلاص انت اثبتتي حضورك في انك هتاخدي العرض والخصم والهدايا والتوصيل اللي ببلاش والمتابعه ببلاش، بس لازم وقت ما الحلقه تكون شغاله على الهواء. بالظبط. هنلحق يا جماعه من دلوقتي بالزبط. زي ما كريم قال لك، هتتصلي على اي رقم تلاقي الارقام كلها مشغوله او في ضغط تليفونات، بسيطه جدا اي رقم من دول عليه الواتساب، ادخلي على الواتساب على طول واكتبي ملك التوفير النهارده، انت كده ثبتتي نفسك في وقت الحلقه بس بالزبط. حتى لو الفريق الطبي اتاخر في الرد عليكي، بس انت كده خلاص ثبتتي حقك، ثبتتي حقوقك في الهدايا المجانيه والشحن المجاني والمتابعه المجانيه في وقت الحلقه. خلاص انت بقى مالكيش دعوه، خلاص انت عملتي اللي عليكي. صفحه الفيسبوك يا جماعه، صفحه الفيسبوك سهله جدا، ادخلوا عليه على طول في كومنت ولا في الرسائل حتى، وقولي على طول انا عايزه عرض ملك التوفير، ملك التوفير النهارده. اثبتي نفسك وسيبيهم وقت ما يردوا عليكي. بالظبط. بوكس مرخص مزاره الصحه، مالوش اثار جانبيه، لا بيعمل تساقط للشعره ولا ارق ولا امساك ولا اسهال ولا الحق، ولا لوش اي اثار جانبيه، اعشاب طبيعيه والياف طبيعيه بنسبه 2%. بوكس مرخص من وزاره الصحه، وطبعا هو يعني هو لو مش مرخص، وانا كل مره بقولها، فبالتالي انا لو قلتها مره وهو مش مرخص انا مش هقولها تاني، مش هعرف. لا هو امن ومرخص من وزاره الصحه، فانا عايز كل الناس تطمئن. النتائج كمان احنا دايما بيبقى في كل حلقه بيبقى معانا نتائج، فانا عايز الناس النهارده تتحمس. ده هدفنا النهارده، ان احنا ما دام هنعمل خير وهنعمل عرض قوي وهنعمل خصم كبير، هنعمل هدايا قيمه، يبقى لازم كنت اعملها 100% صح. النهارده 12 هديه، انا فخور جدا بالرقم، فخور جدا بالخصم 60%، وفخور اكتر واكتر ان انا عرفت اتيحه لكل الناس خلال ما الحلقه شغاله، مش لاول عدد ولا لاول وقت، لا هو طول ما الحلقه شغاله. طب لو خلصت 400 متصل، هبدا اشرح لك بقى كل حاجه بتعمل ايه عشان ناسك بتحب ده قوي. طب قبل ما نشرح، تطلب العرض وهي فاهمه، قبل ما نشرح عشان برضو زي ما هيفهموا لازم يشوفوا نماذج قدامهم. بالظبط. تعال نشوف صور قبل وبعد. يلا بينا نشوف كده حالات لقبل وبعد. يا نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله. لو معهاش امبولات مش هتوصل لكده. ده شغل الامبولات يا ده شغل الامبولات والنقط والكبسول. الاعشاب بتنقي الجسم من السموم، وهجيلك في الكلام اقول لك هي ليه بتنقي الجسم من السموم بالبلدي، عشان كل حاجه تشتغل على نظافه من الاخر، بس ده شغل الامبولات والنقط والكبسول. طب ليه؟ انا طبعا مبسوط جدا وفخور جدا بيها طبعا، وبشكرها جدا جدا على دعمها. حاجة رائعة، حاجة عالمية يا جماعة، انتوا متخيلين؟ شوفوا وصلت لايه؟ يعني شوفوا وصلت لكمان الجسم مش باين عليه ان هي كانت مليانة وخسة. بالظبط. ويا ريت كل الناس اللي بتتفرج علينا تبقى عارفة وبتشوفها دلوقتي تبقى عارفة ان هي اكيد مرت بدايت قاسي، مرت بان هي عملت تجارب كتير، وصلت لمرحلة تركيبة عند العطار، يأس جدا غير طبيعي، جربت كتير ما لقتش نتيجة مرضية، خافت، قالت بس ايه انا هتوكل على الله. لما لقيت ان في فرصه اتيحت ليها على التلفزيون بشكل بسيط ببوكس امن مرخص بسعر اقتصادي، سعر يعني على قد ايدينا وعلى قد جيوبنا، فايه المانع ان انا اجرب؟ هو انا بالنسبه لي كمشاهد يخس يا ما خسش، بالنسبه لكريم يخس يا خس، بس بالنسبه للمشاهد يخس يا ما خسش، بس انا متاكد 100% باذن الرحمن ان انا هخس. فكره ان المشاهد دايما بحط نفسي مكانه، دايما لما باجي اكلم حد اقول له انت هتنزل من 17 ل 20 كيلو في الشهر، يقول لي ده انا راضيه ب 10، ده انا راضيه ب 5، ده انا دخت عشان انزل 2 3 كيلو ورجعت رديت 6 كيلو. وتيجي بعد اسبوع، بعد اسبوع المتابعه خلصت نزلت 6 كيلو على الميزان، تكلمني تقول لي هو انا ما نزلتش 7 ليه؟ طب ما انت كنت راضيه ب 10. مش فاكره اول مكالمه كنت بتقولي ايه، بس من حقهم يا كريم. يعني من حقهم. انا بفرح جدا. طبعا جداً. يعني وصوتها بيتغير 180 درجه طبعاً. من حد يائس وعارفه اللي هو يا ربي تعمل حاجه لحد الحمد لله بقى بيستقبلك في التليفون بدعوه. الحمد لله دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا. الامبولات في ناس كتير تقول لك انا ما بخاف، انا بخاف من الحقن. جميله وبتعمل كل حاجه واقوى داعم للكبسول واخس بسرعه، بس انا بخاف من الحقن حضرتك. برضو ده ما يمنعش اني بخاف من الحقن. انت النهارده جايب لي 10 امبولات، ده انا بخاف من الشكه الواحده. نعمل ايه بقى؟ نحطه على عصير او على ميه بس. حلو قوي. شفت الحل بسيط بجد؟ طب في فرق؟ طب ده هيعمل نتيجه اكتر من ده. لو خدتيه على حقن عضل هتشتغل بعد 5 دقايق، لو خدتيه على عصير او على ميه هتشتغل بعد ربع ساعه. ده الفرق بس. ده الفرق الوحيد.
بس لكن كده. الكفاءة واحدة، النتيجة واحدة. وبعدت عن شكة الحقنة، عشان ما حدش دلوقتي يقول لك يا نهار ابيض 10 حقن انا هاخد 10 مرات. لا طبعا، يعني زي ما كريم بيقول لك تحطيه على نص كوباية مية ونص كوباية عصير تشربيها نفس النتيجة ونفس الكفاءة، بس هنا بتشتغل بعد 5 دقايق، هنا بتشتغل بعد ربع ساعة بس كده. ما فيش مانع. بتعمل ايه الامبولات بقى؟ بتعمل اقوى حاجتين، عشان دايما عشان كده هي غالية مش متوفرة. اقوى داعم للكبسول الامبولات. طب بتعمل ايه بقى الامبولات؟ بتحرق لي الدهون المتراكمه في جسمي المتخزنه عندي اللي انا هنزلهم، عشان كده بقول لك هنزل من فوق ال 20 كيلو وانا متاكد من ده. بس بحب احط نفسي دايما في السيف سايد، في دايره الامان. هنزل فوق ال 20 كيلو انا متاكد، بس خلينا في الطبيعي 17 ل 20. الامبولات بتحرق المتخزن وبتزود معدل الحرق في الجسم عشان احرق اللي هدخله. حلو قوي. اقوى داعم للكبسول، مفيش حاجه بتعمل كده غير الكبسولات اصلا. فالامبولات بتحرق الدهون المتراكمه اللي في جسمي، بتساعد مع الكبسولات انها تفتت الدهون. تاني حاجه، عشان كده شيبنج البطن زي ما انت ما قلت دلوقتي على الصوره، مستحيل يوصل للمرحله دي غير لما الامبولات تبقى مع الكبسول، مستحيل. عشان كده الامبولات بتزود معدل الحرق عشان احرق اللي هدخله، بالذات مريض الضغط والسكر والغده ونقص الفيتامين د، وكمان بتحرق الدهون المتراكمه اللي في جسمي. ينفع اخدها حقنه وينفع اخدها على عصير او على ميه، انا معايا 10 امبول حرق النهارده ببلاش. بالنسبه للنقط، تعالى نشوف بس صوره ثانيه واحنا بنقول على النقط. يلا نشوف صوره كمان يا جماعه. العنصر الرجالي بقى، العنصر الرجالي مشكلته الكرش. اصعب منطقه، منطقه الكرش دي يعني منطقه انا كل الناس بتشتكي منها، اكتر منطقه عنيده في النزول، اكتر منطقه الناس بتعمل محاولات كتير جدا عشان تخس بسببها. النهارده ننساها خالص مع الكبسوله بتاعتنا النهارده، الكبسوله الجديده المرخصه من وزاره الصحه، مكونه من اعشاب طبيعيه والياف طبيعيه، وبتتخطى ال 20 مرحله خلال ال 24 ساعه. 20 مهام، بتتخطى ال 20 مهام خلال ال 24 ساعه الكبسولات بتاعتنا النهارده. نيجي للنقط، طبعا بشكره جدا لارادته ولثقته فينا، لثقته في نفسه ولدعمه للناس اللي بتتفرج علينا. مش اي حد على فكره بيقدر ان هو بعد ما يخس ان هو يعرض صورته. ممكن يقول لك انا اصلا خسيت من غير حاجه. في ناس كده والله. لا انا بشكره جدا جدا لدعمه. وفي ناس بتتحرج اصلا، وفي ناس بتتكسف جدا جدا. فالنقط 10 نقط على نص كوبايه ميه، اكن لعبت ساعتين رياضه على مدار اليوم وانا ما اتحركتش من مكاني. هو انا في احتياج للرياضه؟ طبعا. النقط بقى بديل عن ان انت تبقي في احتياج للرياضه، هي 10 نقط على نص كوبايه ميه اقل باشرب، اكن لعبت ساعتين رياضه وانا ما اتحركتش من مكاني. ده لمين؟ بالذات بالذات لمرض الضغط والسكر والغده والنقص في فيتامين د، والناس اللي وزنها 100 كيلو او اعلى. ليه الناس اللي وزنها 100 كيلو او اعلى؟ عشان خاطر ما بيتحركوش بسهوله، فبالتالي حتى لو هم ما بيعانوش من اي مرض يخليلهم عندهم عجز في معدل حرقهم، هم ما بيتحركوش عشان يحرقوا. فبالتالي النقط 10 نقط على نص كوبايه ميه اكن لعبت ساعتين رياضه وانا ما اتحركتش من مكاني. شغال بقى على مكتب، سواق، ربه منزل، الناس دي ما بتتحركش خالص، فبالتالي النقط بتبقى تعويضا ليهم لفكره الرياضه والحركه وكده. الاعشاب زي ما قلت هي بتنقي الجسم من السموم، ودي حاجه مهمه جدا بس مش ليهم، للفريق الطبي. لان لما نقي الجسم من السموم اللي بتجيلي من هواء الشارع واكل الشارع، بالبلدي الكبسولات والامبولات والنقط هيشتغلوا على نظافه. عايز كل برودكت، كل منتج فيهم يديني كفاءه 100% ونتيجه 100%. ده يحصل ازاي؟ لما ما يكونش عندي سموم في الدم او سموم في الجسم بشكل عام، فالاعشاب بتنقي الجسم من السموم. ال 12 هديه انا كده شرحتهم بالتفصيل، النقط والاعشاب وال10 امبولات حرق، دول 12 هديه مجانا طول ما الحلقه شغاله، او لو الحلقه خلصت لاول 400 متصل ليوم الخصم 60% وال12 هديه. الكبسوله الجديده اللي هي معانا النهارده اللي هي بخصم 60%. الكبسوله الجديده دي بتعمل لي فوق ال 20 مهام خلال ال 24 ساعه. هقول لك منهم جزء لان هم كتير جدا، لان انا كل جزء بشرحه نقولهم بسرعه وبعد كده نفصصهم. الكبسولات بتعمل لي سد شهيه، فانا بالتالي ما بحرمكيش من الاكل، انت بتاكلي اللي انت عايزاه، اي حاجه على الترابيزه انت هتاكليها، بس الفكره كلها ان انا عملت لك سد شهيه. تكميم للمعده طبيعي باعشاب طبيعيه والياف طبيعيه. حرق الدهون المتراكمه في جسمي، بحرق لك الدهون المتراكمه المتخزنه عندك، الكبسولات بتدمرها. طب مش بتنزل لي وشي؟ هي بتنزل المناطق المتراكم فيها الدهون فقط. عندي كرش بتنزل الكرش، ارداف بتنزل الارداف، سمنه وراثيه، سمنه موضعيه، نظام غذائي غلط، بتعالج كل ده، لان كل دوت في الاخر في الاول وفي الاخر بيتحط وبيندرج تحت الدهون المتراكمه في الجسم. فهي مش هتبقى بتفتت الدهون دي، وما بتفتتش الدهون دي بيبقى مكتوب عليها يعني سمنه وراثيه فبنسيبها، فدي دهون بتساوي دهون، الاثنين بيتفتتوا. فالكبسولات بتسد الشهيه، بتحرق الدهون المتراكمه في جسمي، بتزود معدل الحرق عشان احرق اللي انا هدخله. طب انا احرق اللي هدخله ليه؟
ما انا اكلته قليل. الاكل قليل جدا، معنى كده مثلا ايه؟ ان مفيش دهون كتير هتتراكم او كده، فانت ليه اول باول عايز تحرق كل الدهون اللي داخله الجسم. هو انا بتخن ازاي؟ انا ببقى جسمي محتاج 2500 سعر مثلا، وانا بدخله 3500، فجسمي بياخد ال 2000 ونص بتوعه اللي كان عايزهم في احتياج ليهم، وال1000 الزياده اللي حضرتك جبيت على جسمك بيها ما بيطلعهاش، بيخزنها على هيئه دهون. طب اخس ازاي؟ اعمل عجز في عدد السعرات الحراريه اللي انا مخزنها. فبالتالي انا حرقت لك اللي انت هتدخليه وفتتت لك الدهون، جسمك ياخد الفايده بتاعته من ايه؟ من الدهون اللي اتفتتت. فانا حرقت المتخزن وحرقت اللي انت دخلتيه، فانت بالتالي بيور مفيش مشكله، جسمك خد الفايده من كل حاجه، وفي نفس الوقت اتفتت الدهون المتراكمه في جسمك، سدت لك الشهيه، فانت كلت اللي انت عايزاه بدون حرمان، وفي نفس الوقت بتخسي، زودت لك معدل الحرق عشان احرق اللي هدخليه، بتنحت القوام اللي هو الشيب اللي بتخلي شكل الجسم مبروز، نزلت ما يبانش عليا فيما بعد ان انا كنت تخينه اصلا، فالكبسولات بتنحت القوام، بتنظم عمليه الهضم. الناس اللي بتعاني من مشاكل في المعده بشكل عام ده بتنظم عمليه الهضم زي ما قلت عشان خاطر برضو كل حاجه تشتغل بكفاءه 100%، بتثبت الوزن، ودي كانت كبسولات لوحدها نحت والتثبيت. النهارده الكبسوله بتاعتنا بتثبت الوزن، نزلت 17 20 24 25 كيلو، بس مش هينفع نقول كده، الكبسولات بتاعتنا مدعمه بثبات الوزن، مفيش مشكله، بتحرق دهون الكرش بالذات اللي هي اصعب منطقه وارخم منطقه. عنيدة ناس في كتير بتقول لك ده انا جسمي كله نزل ما عدا منطقه البطن. صح، من اول المناطق اللي هتنزل في الجسم النهارده مع ملك التوفير منطقه الكرش. اول المناطق اللي هتنزل معانا النهارده في ملك التوفير منطقه الكرش. خدوها، ما هم بياخدوا ساعات بياخدوا حاجات ويبعتوها لي. لا والله. والله ما هي الدعوه بتيجي كده. الحمد لله. انت قلت في الحلقه مثلا الجمله الفلانيه، فلو اتحققت تتصل بيك تقول لك مثلا ايه انت زي ما انت قلت او ستوري واتساب كده. مبسوط جدا. طب قبل ما نختم نقول العرض تاني عشان دلوقتي وقت الحلقه بيخلص. لا رنوا يا جماعه. اللي ما لحقش دلوقتي الحقوا اتصلوا، اللي ما لحقش لسه معانا فرصه لاول 400 متصل. العرض بسرعه، احنا خلاص بنختم. يعني ما شربش شربات؟ خلي الشربات بعد الحلقه. بوكس ملك التوفير عباره عن علبه كبسولات بخصم 60%، هدفع منها بس 40%، توصيل ببلاش، متابعه ببلاش، 12 هديه ببلاش، علبه نقط، علبه اعشاب، 10 امبولات حرق من خلال الارقام، لو الارقام مشغوله من خلال الواتساب، الواتساب معرفش هيكون في ايه، من خلال صفحه الفيسبوك. معانا ثلاث وسائل بوكس النهارده، الاسم بس ملك التوفير. ملك التوفير. رنيتوا دلوقتي، بعتوا رساله، الارقام مشغوله، حقكم عليا العرض ليكم ما دام دلوقتي وقت الحلقه رنيت. بالظبط. خلصت الحلقه. صح. 400 متصل اليوم، كل العرض ده. الكلام ده واعملوا عليه. شكرا يا كريم. انا بشكرك جدا. وانا بشكرك من قلبي، وانت طيب ربنا يخليك، بشكرك من قلبي على عرض النهارده، العرض القوي جدا. انا بشكرك وبشكر ناس. مش هيتكرر كتير يا جماعه بجد، اعرفوا انا بقول لكم ايه بيني وبينكم، مش هيتكرر كتير. عرض فيه 12 هديه، فيهم 10 امبولات حرق، هديه مجانيه، فمش هيتكرر، لازم نلحقه. شكرا يا كريم. اشكرك جدا. اشكرك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وتنال رضاكم. نال رضاكم، واشوفكم يا رب على خير في حلقه جديده تعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله، والسلام عليكم.